مشكلة. كنا غاديين ليلى تعاود كثر. القصة كما كيعرف كل شيء، كنا غاديين في الشارع العام في الزنقة، هو كان سابقني وكنا كنتفرجوا في الفيلم ديالو الأول. مشينا السينما مع العائلة واللي ما حضروش معنا في لافون بروميير، مشينا باش نتفرجوا. هو سابقني هو وماما بزاف، أنا وأختي وصاحبتي اللور غاديين، واحد السيد مسكين سخون عليه راسه جا كيمد يديه. هي اللي كنت غادي أنا وياها، هي اللي كان غادي هو وياها، كانوا سابقين. كنا غاديين سابق. كنا ناسينها في الحقيقة، ولكن حيت ما كانتش بوحدها، كانت هي وأختها وصاحبتها وأخوها، وحنا كنا كنهضروا انا وياه وصاحبه. حنا بعدنا بزاف. واختها ما غوتتش، اختها من طبعها هادئه ما غوتتش، حتى طاحت هي المره الثانيه فاش طيحه، المره الثانيه عاد غوتت، عاد حنا ضرنا لقيناها طايحه، مشى غسان تيجري وصاحب. صافي ملي وصلت انا لقيت الاخر السيد هرب، ما لقيت حتى شي حاجه. انا كنت بغيت انه يوقف يضرب معايا ولا شي حاجه، ولكن لا خويا ما بغيناش نضربوا. لا دابا هو تشد تشد الاثنين اللي فات، قبضنا صاحبه، هو اللي قال لنا شكون هو، سمي شنو السميه ديالو، شنو فين المعلومات عليه. دابا هو مشدود ورجال الامن هما كيديروا الخدمه ديالهم، وكنشكرهم بزاف لانهم وقفوا معنا وتعاملوا معنا مزيان. وبغيت نقول للبنات يبقاو يمشيو فاش يتعرضوا للتحرش في الشارع العام ولا ماشي في الشارع العام، في اي بلاصه يمشيو يديكلاري، وتقبض في هذاك اللي جا تحرش بها ما تطلقش منه، تيجيو البوليس يهزوها هي وياه، واش مشي ديكلاري بي، حيت فريمون عينه عيقتوا علينا. ولا بابا قد يدير التحرش باش نصح، حيت بغينا نقولوا نديروا حمله في المغرب، بغينا يضامنوا معنا النساء. هو اللي بالنسبه للتحرش واللي الزوجه ديال ولدي طبعا حتى هو معنويا اللي غيتقاس زوجته الى خيره، في الشارع عمومي في الرباط العاصمه وديك الشيء هذاك، في الوقت اللي مشاو يتفرجوا في السينما خرجوا شنو غيلقاو؟ هناك فن، ولقوا بان هناك فن اخر من معيار اخر، اللي عنده العضلات وعنده القوه وعنده كذا في التحرش، في التحرش وفي التعنيف. بانت لي غير المراه، بمعنى انه هو كان خصو يعنف شكون؟ الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كيعيش فيها، بمعنى ينقب على حلول باش يتكالما، باش يلقى حلول استقرار نفسو، يتزوج على الاقل، لان ما يمكنش يتزوج الا اذا كانت امكانيه ماديه. وشنو استعمل؟ بانت لي المراه الانثى الجماليه ديال المرء الى اخره، فالليبيدو ديك الشيء ديال المكبوت عنده الى اخره، حاول ما امكن يبينوا امام الاصدقاء ديالو بانه قادر باش يلمس ويحس. شي منطقه لان حساسه في المراه، اذا الممتلكات ديالها الخاصه ما عندوش الدروا، ما عندوش حق، وهذا الشيء في حقوق الانسان كاين، هذه المسائل اللي بديك الشهاده في المنظمات الدوليه كاينه. دونك هو جا ولمس تنبى الدروا باش تقيسوا ديك الشهاده. دابا المرأة عرفتي فاش وقعت هذه المسألة؟ وصلوني بزاف ديال القصص ديال البنات، بزاف ديال القصص تقدروا تتعرضوا للتحرش بوحدهم، بداو كيصيفطوا لي القصص بحال حسوا بشي تفويه، بحال حسوا شي منبر تهضر عليهم، فهمتي؟ وصلني بزاف القصص. التحرش هو أنواع، كيبدا أولا التحرش اللي كيصادفوا الدراري الصغار وديك الشهاده في المدرسة، فهمتي؟ في الشارع، فهمتي؟ في الشوارع إلى آخره، في طبيعة النوع ديال يعني المقرر المدرسي وديك الشيء. دائما كتلقى ان كاين واحد التفضيليه ديال المراه على مستوى الجمال وعلى مستوى الخير، لان شي حاجه غير فهمتي هامشيه مهمشه. الرساله اللي نوجه لمن؟ البنات والدراري. البنات انه خصو اي بنت وديك الشيء هذاك تكون كومبيتونت، وتكون ان اللي تحرش بها راه مساف كرامتها، مساف وجودها كانسانه اولا، فهمتي؟ دونك خصها انها ديكلاري ديالك التحرش من طرف واحد شخص معين الى اخره، وعلى السلطات العموميه المحليه ان تحمل مسؤوليتها الى اخره في هذه المساله.